قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قررت تخفيف عدد من قيود مواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد خلال شهر رمضان. كما وافقت اللجنة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال الشهر المعظم، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة 2 صباحاً. كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.